بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ وهل هذا يشمل جميع المساجد؟ هذا في المسجد الحرام الآية، والمسجد الحرام إن الذين يصدون عن سبيل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم هو ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإن السيئة في الحرم والذنب في الحرم أعظم وأغلظ من الذنب والسيئة في سائر بقاع الدنيا، لأن الحرم له حرمة، والحرم مكان عبادة وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، فالمعاصي تضاعف تغلظ في الحرم، تغلظ عقوبتها في الحرم أكثر من غيرها لحرمة الحرم. وكذلك من الإلحاد، وأشد الإلحاد في الحرم، تغيير المشاعر التي جعلها الله مشاعر ومناسك للمسلمين، يجب المحافظة عليها والإبقاء عليها وعدم تغييرها والزيادة فيها والنقص منها، تبقى كما كانت. وكذلك من الإلحاد في الحرم أن يرتكب جريمة فيها أذية للناس من السرقة وقطع الطريق وغير ذلك والخيانة، كل هذا من الإلحاد في الحرم. والإلحاد في اللغة هو الميل، الذي يميل عن طاعة الله هذا ملحد، وهو يتفاوت، بعضه أشد من بعض، الإلحاد بعضه أشد من بعض، منه إلحاد يكون كفرا، ومنه إلحاد يكون فسقا، ومنه إلحاد يكون معصية. ولا شك أن الحرم من تغليظ العقوبة فيه أن الله يعاقب على النية، ومن يرد فيه بإلحاد، من يرد يعني من نوى، ولو لم يعمل، إذا نوى أن يلحد في الحرم عاقبه الله، فكيف إذا نفذ، إذا نفذ الجريمة هذا أشد. فإذا كان من نوى وأراد أن الله يذيقه العذاب الأليم ولو لم يعمل هذا الشيء إلا إن تاب إلى الله، إن ترك الإلحاد تائبا إلى الله تقبل الله توبته. أما إن ترك الإلحاد لأنه يعجز أو لا يقدر عليه أو يخاف من السلطة، ولو قدر لنفذ، فإن الله جل وعلا يذيقه العذاب الأليم. ولهذا جاء في الحديث أن من نوى الإلحاد في الحرم ولو كان في عدن أبين، عدن اليمن، إذا نوى الإلحاد في الحرم فإن الله يذيقه العذاب الأليم. نسأل الله العافية.